صباح الخير مرة ثانية على كل متابعي قناة الشروق الفضائية. لحن مهداة بالتأكيد ينادي بروح الثورية ولهب الثورية بالتأكيد عند كل السودانيين منذ أزمان وأزمان. حنتواصل أكثر مشاهدينا، وحنبدأ هذه المرة يعني حنقلب الطاولة طوالي ويقال طالب جمال عليها القلب لنا، يعني انا ما المجنونة اعرف والساحرة المستديرة، ولكن هذه المرة بثوب نسائي. ثوب نسائي. عندما ظهر الدوري احدث ضجة كبيرة جدا، وظهرنا نجمات ايضا في خلال كرة القدم النسائية. طبعا احنا كاعلاميين في ناس شافوا، كجمهور ما اتيح، انا بحط نفسي مع الجمهور، ما اتيح لنا الدخول نشوف ناس الاتحاد حيتيحوا الحاجه دي ولا عندهم راي ثاني. عدد من النقاط حنقيف عليها ان شاء الله من خلال كره القدم النسائيه واستعداد الفرق والفريق القومي السوداني، كان هناك يعني فريق اصلا تحت هذا المسمى، ومدى صحيح. الفعاليه والقابليه للمشاركه وتمثيل السودان، وكيفيه اداره الاتحاد السوداني لكره القدم لهذه الفعالية ومستقبل القريب. كل هذه الاستفهامات نضعها أمام طاولة الأستاذة والزميلة الإعلامية ميرفت حسين، وهي أيضا عضو مجلس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس كرة القدم النسائية كما يعرف كل الرياضيين. أهلا بك. أهلا بك حسام، أهلا بك منى، أهلا بكل مشاهدي صباح الشروق. تحية لكل السودانيين في كل مكان، أتمنى يكون صباح جميل وصباح سعيد مليء بالتفاؤل والأمل. يعني صباح اكيد جميل باطلالتك ووجودك معنا اليوم، ويعني تلبيتي دعوتنا عبر صباح الشروق. والمراه دائما موجوده في كل المحافل، ده ما نجدر منها، لكن حقيقه يعني المراه وجدت في البرلمان منذ سنوات قديمه جدا وفي كل المحافل اللي احنا بنلقاها حتى الرياضيه. يمكن في البدايه وجودها في كره القدم وجد بعض المعارضات، لكن في النهايه تبقى هي سيده الموقف في الكره. فخلينا نقف ندي فكرة عامة حول فريق كرة القدم القومي النسائي في السودان وعن الترتيبات اللي قاعد بها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول أول حاجة إنه المرأة زي ما ذكرتي كان عندها دور كبير في الحركة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وكان في يعني تعزيز لدور المرأة عبر تمكين اقتصاديا، شاهدنا سيدات أعمال، عبر تمكين سياسيا شاهدنا برلمانيات ووزيرات وشاغلات وظائف دستورية، وشاهدنا المرأة في كل المجالات. نعم شاهدناها في، أنا أتحدث عن السودان تحديدا، شاهدناها في السودان رياضيا منذ عقود خلد، لكن في السنوات الأخيرة تراجعت المرأة الرياضية بشكل كبير من المشهد الرياضي العام، وأصبحت مشاركات خجولة عبر لعبات فردية مثل ألعاب القوة وما إلى ذلك. وبالتالي كان الحديث، مجرد الحديث عن كرة قدم نسائية في ظل الفهم ده والظروف دي، كان كأنه ضرب من المستحيل. أنا نفسي لما دعيت لأول مؤتمر لكرة القدم النسائية بصفتي الإعلامية في 2014، البريتش كونسل المجلس الثقافي البريطاني دعاني كإعلامية من ضمن آخرين في السودان مسؤولين وشابات نشطات في مجال الرياضة النسائية، ذهبت للقاهرة لهذا المؤتمر عن الكرة النسائية. كنت ما بين يعني مشجع ومستصعب فكرة إنه ننشر هذا النشاط. في مخاوف برضو، يعني في مخاوف وفي محاذير وفي تحديات وفي قيود وفي مجتمع ناقد وفي تفاصيل كثيرة. لكن بعد هذا المؤتمر بثلاث شهور أنا شاركت برضو في مؤتمر للكرة النسائية في كندا، ولما جيت راجعة قررت أنه أنقل التجربة دي للسودان، فذهبت للاتحاد السوداني لكرة القدم. أنا ما كان عندي بيه علاقة ولا كنت عضو مجلس إدارة، وطلبت منهم أنه أنا عايزة، كان في فريق واحد فقط اللي هو فريق التحدي، تحية لأسرة فريق التحدي، ده أول فريق نسائي منذ مطلع الألفية. فطلبت منهم انه احنا عايزين ننشط الحاجه دي، فطلبوا مني اعمل فريق عمل، فعملت فريق عمل من بعض الزميلات اللي كانوا دفعتي في الثانوي كنا بنلعب كره طايره سوا، في جزء منهم دكتورات في كليه التربيه الرياضيه، فاجتمعنا مع بعض وقررنا عملنا فريق عمل طوعي نعمل فيه كره قدم نسائي، وكده كان ما دخلت الاتحاد. ففعلا جمعنا فرق من الجامعات وعملنا دوره اشتغلت شغل كويس يعني. ايوه، فجيت في 2017 لما قررت الفيفا انه تعمل مقعد للمراه، لازم يكون في مقعد على الاقل للمراه في الاتحاد السوداني حسب نظامه الاساسي المتوافق مع الفيفا. انا خضت انتخابات مع سبع شابات، كانوا فيهم اثنين من الناس اللي عملوا معي الفريق، اول انا جبتهم معي في فريق العمل، واللي هم استمروا معي رغم الانتخابات، ما كان في يعني اي تصفيات حسابات انتخابيه زي ما اعتدنا في السودان، استمروا معي في اللجنه ذاتها، نفس اللجنه اللي عملتها قبل الانتخابات هي نفس اللجنه اللي استمرت معي. سجلنا فرق، وصلوا 20 فريق، خضنا بهم اول دوري.
المنتخب هو نتاج لأفضل طريق لتجربة أولى. لتجربة أولى حاجة يعني فيها مخاوف برضو وفيها صعوبة وفيها تحدي يعني. والناس ما كانت مصدقة إنه ممكن يحصل دوري وكورة وبنات وكده. طبعا قبل حسام قال لي إحنا ما شفنا حسام أنا ما أعرفك ما جيت ليه، لكن الدوري كان مفتوح. قدم له دعوة من أيوة ودي مفتوح للموسم الثاني. الدوري كان مفتوح وكان منقول فضائيا المباراة الأولى والأخيرة. ربما بعض يعني التصريحات إنه سبت لي في إنه أنا قلت إنه الناس ما حنسمح بدخول الريال، ده كان حديث استثنائي. لما واحدة من الزميلات الإعلاميات أو الصحفيات سألتني قلت لي لو البنات دي قابلتهم أي ظروف أثرت على أمنهم أو في ناس يعني طبعا ناس كان بتخشى من ردة فعل بعض الجهات. أنا قصدت طبعا يعني توضيحها لهذا النقطة. فأنا قلت لها في اللحظة دي، في لحظة إنه أمن البنات وسلامتهم أنا عندي أهم من إنه الناس تشوف الكورة. ففي الحالة دي أنا حقفل الاستاد ما حيدخل أي زول بس البنات يلعبوا. فبعد ذاك طبعا الناس ما هناك من يصطاد في الماء العكر يعني، لكن استمر الدوري مفتوح واستمر النقل حتى احنا قلنا المباراه الاولى والاخيره لانه القناه الناقله اللي هي قررت انها عايزه تنقل المباراتين دي فقط. صحيح. ونحن كنا حريصين انه الناس تشوف المباريات القويه لانه دي اول تجربه ما عايزين الناس تحكم على المستوى. تابعنا بالمناسبه بصراحه يعني تابعنا وكانت هناك مباريات قويه جدا ونجمات يعني بعد ذاك عملنا معهم حوارات واستضفناهم يعني. المنافسه كانت صعبه يعني 20 فريق بدايه المنافسه فيها 20 فريق ما هو الشيء الهين. الان في كره القدم العاديه الرجاليه المحترفه ان وصلنا الى درجه الاحتراف يعني هناك صعوبه في اداره عدد الفرق. 17 في الدرجه الممتازه. هم 17 بالمناسبه صعوبه واشكاليات كل مره والثانيه تحصل اشكاليه في الفروق في الانظمه الاساسيه يعني جوغه كده من المشاكل بنشوفها. 20 فريق ونحن بنعاين لمستقبل الموسم الجاي في احتماليه زياده. صحيح. خلينا نتكلم عن منطقه الاداره هنا وكيف انتم قيمتوا الموسم الفات ب 20 فريق والان شنو احتماليه الزياده؟ طبعا احنا في الموسم الاول لما سجلنا 20 فريق قصدنا نخوض المنافسه بال 20 فريق ده بالرغم من تباين المستوى لانه في فرق تتبع لانديه في الدرجه الممتازه. في مباراه كانت هي عاليه. صحيح. وفي فرق في الخرطوم هنا اللي هم فريق التحدي وفريق الدفاع، ده الفريقين عريقين جدا. الدفاع هو معروف انه فريق كان للمناشط النسائيه معروف. ففي عدد من اللاعبات القدام مشوا فريق الدفاع وبقى في تنافس بين التحدي والدفاع واللي هم لعبوا مباراه الافتتاح ومباراه الختام. في فوارق كانت كبيره بينهم وبين بقيه الفرق. صح. عندنا 5 انديه من شمال كردفان من الأبيض شاركت. الخمسه يتبعوا للاتحاد المحلي لكره القدم، 5 انديه في الدرجه الاولى اللي هم الهلال المريخ على راسهم. ففي تباين كان في المستوى. في انديه خرجت في الدور الاول لانه جغرافيه المنافسه حتمد عليها انه لازم ناخذ بطلين فقط من كل جهه، فدي اثرت على المستوى العام. احنا استصحاب الفوارق الفنيه دي حناخدها معنا في الموسم الثاني. صممنا نظام جديد للبطوله حيكون في مرحله اولى يطلعوا منها 12 فريق حيكون هم الدوري الممتاز للسيدات اللي هو حيلعب بنظام الذهاب والاياب، وحيكون الجزء الاول ده هو منطقه الصعود والهبوط. الدوري الممتاز حيكون ثاني ب 12 فريق. ب 12 فريق اللي هي مرحله الممتاز والمرحله، وهي طبعا انا بقول لكم الكلام ده رغم انه اجتماعنا يوم الثلاثاء نعرضه على اللجنه الفنيه للاتحاد عشان تجهز لنا النظام ده. خطه في التنفيذ يعني. صحيح. لكن هذه هي الرؤيه العامه باعتبار انه لابد نطور نظام المنافسه بناء على التوصيه الفنيه من اللجنه الفنيه اللي راقبت الدوري وكتبت عنه التقارير. ممتاز. طيب احنا كده معناه تكلمنا عن الفرق الاساسيه بصوره واضحه جدا من خلال حديثك، ودخول الفرق دي في الدوري الممتاز طبعا دي خطوه مهمه جدا لانه بعد كده بيقود المنتخب للمشاركات العالميه او الافريقيه على وجه الخصوص. حنمشي للمنتخب الوطني نتحدث عنه قليلا ونقف بعد اكمال الموسم الاول والترتيبات اللي حيقوم على المنتخب. طيب كانت يعني انا بفتكر انه خلاصة الدوري وخلاصة عمل لجنة كرة القدم النسائية حتى نهاية صافرة مباراة التحدي والدفاع في الموسم الأول باعتبار أنه بطل المنافسة حتى قبل شهرين ما كان عنده أي مشاركات خارجية باعتبار أنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ما صمم بطولة للسيدات في مجال الفرق أو الأندية وإنما كانت على صعيد المنتخبات. فكان همنا أنه ملخص عملنا ده كله نطلع منتخب. فاللجنه الفنيه يعني اختارت 33 اسم هي رات انه هي دي على الاقل الافضل خلال الموسم الاول، ووضعت لنا قائمه الف فيها 33 وقائمه باء فيها 20 لاعبه ممكن يدعموا القائمه الف في حال حصل اي طارئ. وال33 دي اللي احنا كنا مقررين نعلن عن اسمائهم وتجمعهم
في احتفال كبير باعتباره ده اول منتخب وده تاريخ يكتب. لكن طبعا جائحة كورونا ليس فقط عطلتنا احنا انما عطلت كل العالم كله صحيح. فبالتالي توقفنا 4 شهور والان العودة التدريجية بدأت، رغم انه الان النشاط متوقف لامر الطوارئ الصحية في ضرر يعني من الوقفة دي صحيح يعني. لكن نحن الاعداد يعني النفسي الاعداد صحيح. الجسدي وخاصة انه الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اجل منافسات السيدات في 2020 ل 2021 فده ادانا مساحة في انه نحن نعيد صياغة الخطة بتاعتنا اللي كنا وضعنا من أول جديد ونرمم الحاجات اللي سقطت منها. وبالتالي إحنا في الأيام القادمة سنعلن عن قائمة المنتخب في احتفال عشان نقول إنه ده أول منتخب نسائي ونعلن للناس قائمة إعداده وكيفية إعداده وجهازه الفني والطبي وخطته العامة. وننتظر حيكون في تأثير خصم على الفرق اللي حتكون في الدوري الممتاز. هو نحن يعني الجهاز الفني اللي حنسميه وحيضع خطة لاستمرار تدريبات المنتخب على الأقل مرة في الأسبوع تحسبا للمشاركات القادمة. والدوري نحن وضع له تاريخ افتراضي للموسم الثاني 21 أكتوبر في حال طبعا الأمور استقرت في أمر الجائحة. وبالتالي يبقى انه ممكن يمشوا مع بعض بدون اي تاثير سالب على اي منهم يعني. طيب اشارات وحاجات معروفه جدا انه في انديه ما منضويه او في فرق ما منضويه تحت انديه وفي في فرق او منتخبات باعتبارها التاريخي لانه النظام كان نظام منتخبات. نظام الانديه ودخول انديه على سبيل المثال المسيطر على كره القدم في السودان القمه السودانيه هلال والمريخ المريخ والهلال وجود فرق من هذه الأندية الكبيرة ودعمها ودي بتدي أهمية كبيرة جدا للدوري. شنو مزرعة التشبيك بينكم وبين الأندية الكبيرة اللي الموجودة أساسا وإلى أي مدى هي دعمة لهذا النشاط؟ إحنا تلقينا اتصالات من نادي المريخ تحديدا إنهم كان عندهم فريق عايزين يسجلوه لكن حتى اللحظة ما يعني ما وصلتنا قائمة عشان يعني هي الأندية تسجل في الاتحادات المحلية. اتحاد الكرة في الخرطوم هو ملي بي أو معني بتسجيل الأندية اللي بتلعب في ولاية الخرطوم وكذلك في الولايات. أندية الدرجة الممتازة بما فيها الهلال والمريخ يمكن في ناديين فقط في الدرجة الممتازة حتى الآن عندهم فرق للسيدات لكن أندية القمة أخذت الرخصة. طبعا لازم نظام ترخيص الأندية عشان يكون عندك رخصة وتقدر تشارك خارجيا لازم تستوفي مطلوبات فهم أخذوا الحد الأدنى للرخصة. الحد الأدنى ما فيه هو لازم يكون عندك فرق كرة قدم نسائي لكن إذا حاولوا إنه يأخذوا رخصة أعلى يعني حسب مطلوبات الاتحاد الافريقي والفيفا لابد انه يكون عندهم فرق للسيدات عشان احنا كاتحاد نديهم رخصه اعلى يعني. فطال الزمان او قصر هم مجبرين على تكوين فرق للسيدات مش ليس فريق اول انما فرق للسيدات. ولكن انا يعني اتابع من على البعد انه هناك بعض الاتصالات من بعض اللاعبات في انه عايزين يضموهم لفريق غير قمه خاصه بعد احنا اعلنا انه احنا عايزين نقنن الفرق الصغيره اللي ما بتنتمي لانديه عشان نلقى لها نادي تشتغل تحت مظلته ويقدر يدعمها. صحيح ودي مساله مهمه جدا بالمناسبه لانه الان في فرق انشئت كفرق للسيدات فقط يعني بس فريق للسيدات عنده اداره ودي الصرف على الانديه مساله مرهقه جدا الصرف على الفرق فلا بد انه هي تنضوي تحت نادي حتى احنا كاتحاد نقدر ندعمها. احنا لو عايزين ندعم النادي لابد يكون عنده اداره وعنده جهاز فني وعنده حساب بنكي فعشان يتعامل مع المسائل القانونيه ودوره المستندات لابد تقنن اوضاع الانديه بالضبط كده. صحيح. فيعني المهم جدا انه الناس تتفق على رؤيه يكون فيها اهداف وتكون فيها خطط لمستقبل الكره للكره النسائيه في السودان. لكن انا ارجع لك لحاجه مهمه جدا يعني تفاعل الاسر يعني خصوصا اسر اللاعبين او اللاعبات الموجودات في المنتخبات السودانيه كيف يعني تعاملتوا معهم وتعايشتوا معهم؟ احنا طبعا يعني لما جينا لا والله انا دي كان لابد من سؤال مهم جدا لانه نحن لولا الاسر ولولا دعم الاسر للاعبات لما استطعنا ان نكون 20 فريق ولما استطعنا انه نعمل دوري خاصه في ظل تحديات ومحاذير واستباقات لرجال الفعل واشاعات. انا في دوري كانت قضيه الرايه العام الاولى يعني نعم. انا بعد ما لعبت مباراه الافتتاح يعني اسبوع كامل مش عايز اقول لك انا في دهشه انا في صدمه لانه في حاجات غير حقيقيه طلعت للناس. صح. طبعا السوشيال ميديا ووسائل التواصل دي اصبحت يعني اجهزه اعلام مجانيه في كل البيوت يعني هي زول ففي كلام حقيقي كثير طلع في الفتره كلام غير حقيقي طلع في الفتره دي. احنا انا اول حاجه عايزه احيي كل لاعبات انديه كره القدم النسائيه اللي صمدوا فتره طويله جدا واصروا انه يقوموا النشاط ده
وعانوا ما عانوا حتى قدروا وصلوا صوتهم وقدروا يظهروا في الملاعب حتى على المستوى الشخصي يعني صح، وكانوا هم حريصات انه يجوا التمارين ويتمرنوا ويلعبوا رغم الظروف الصعبه اللي احنا كنا عايشينها ورغم كثير من المحاذير اللي صادفتهم والتحديات اللي قابلتهم. وانا بحيي اسرهم سمحت لهم انه يمارسوا النشاط ده، نحن منظورنا لكره القدم منظورنا رياضي بحت، انه الرياضه صحيح. تسمو بالانسان وتسمو بالاخلاق، واحنا عايزين نمكن المراه الرياضيه في مجال كان حكري على الرجال، وانتم عارفين الرياضه لاي مدى هي بتنهض بالمجتمعات، والان الرياضه اصبحت دبلوماسيه شعبيه تحل مشاكل كثيره بين دول كانت متحاربه على يعني مدى طويل. هل كانت هنالك مطالبات من الاتحاد الافريقي بادراج فريق كره نسائي كما سمعنا في السابق؟ هو الاتحاد الافريقي، مش الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي لكره القدم او الاتحاد الدولي كان بيصير على انه الان كره القدم النسائيه ما في، يعني احنا انا حضرت الكونغرس بتاع الفيفا الاخير في فرنسا السنه اللي فاتت، رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو قال انه نحن ما حنتكلم عن كره نسائيه، احنا حنتكلم عن كره قدم تمارس من الرجال ومن النساء، ما عايزين تمييز ضد المراه في الرياضه كره القدم. فالفيفا كانت بتصير على انه على اي اتحاد انه لازم يكون في كره نسائيه، وكان بتربط دعمها للاتحادات والفيفا تدعم هذا النشاط وتدعم النشاط بقيود، يعني القروش الجايه لكره القدم النسائيه تتصرف على الكره النسائيه، ما تصرفت بترجع للاتحاد الدولي بالضبط، الاتحاد المحلي ما يقدر يتصرف فيها لاي انشطه اخرى. جميل. طيب في الختام خلينا نشوف الموسم الجاي، انت قلت انه زي حددت موعد كده، متين هي رؤيتكم للموعد تحديدا، وشنو الجديده حيكون فيه غير انه يتناصر فريق وكده؟ لسه انتوا الحاجه دي ما بقت 100%، لكن نحاول نشوف يعني هي اللي حتمشي في الاتجاه ده ان شاء الله، الا اذا رات اللجنه الفنيه ومجلس اداره الاتحاد اللي هو مرجعيتنا الاخيره لانه حنقدم له تصور ويشوف رؤيته كيف. لكن في النهايه دارين نقول انه نحن سنتجاوز بكل تاكيد سلبيات الموسم الاول اللي كان موسم استثنائي، اللي قصدنا فيه انه نعلن التجربه وننزل لأرض الواقع. سنستمر في دعم الأندية، إحنا تكفلنا بكل ما يلي المنافسة الموسم السابق، صرفنا على الأندية في السكن وفي اللبس وفي التدريبات وفي الترحيل وحتى في الإعاشة. إحنا حنستمر في الموسم الثاني في مزيد من الدعم للأندية بشكل أكبر، خاصة إنه الفيفا دعمتنا المرة دي بمبلغ أكبر من المرة السابقة، وحنجلس مع الأندية خلال هذا الأسبوع كلها. أنا طلبت من اللجنة إنه يعدوا تقرير عن موقف الأندية الآن بتتمرن واقفة، نشوف موقفها كيف، وحنجتمع بكل نادي على حدة نشوف مشاكله شنو نحلها معه، ونحن بنفتح الباب لكل اتحاد محلي من خلال قناة الشروق إنه عايز يسجل فريق جديد، الباب مفتوح. إحنا عندنا تنسيق مع لجنة تسجيلات اللاعبين في إنه تسجيلات لاعبات كرة القدم النسائية حيكون في سيستم تاني، برضو حنشوف يعني ذروه بتاعت اثاره في تسجيل اللاعبات. الان الانديه بدات تستقطب في اللاعبات والسيستم قفل والسيستم طبعا اكيد ده دومستيك سيستم محلي. فان شاء الله يعني الموسم الثاني اكثر احترافيه، اكثر تنظيم، اكثر اثاره، واكثر مستوى فني ان شاء الله. نحن هنكون موجودين ونشوف ان شاء الله ونتابع وندعم. صحيح، ونتطلع الى رؤيه افضل في تطوير الكره النسائيه في السودان، وندعم المنتخب النسائي في السودان وكل الانديه من صباح الشروق. على المستوى الشخصي في صفحتي الشخصيه كالاعلامي منى عبد الهادي ادعم هذا الفريق لانه طبعا بيمثلني بشده وبقوه. وفي الختام بنقول انه دي كانت استعدادات المنتخب النسائي عبر الزميله والاعلاميه ميرفت حسين عضو مجلس الاتحاد ورئيس كره القدم النسائيه. شكرا لحضورك وبالتوفيق. شكرا. نحن ما دارينا مجلس.